بعد إعادة الخدمات إليها، تستعيد مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق حياتها وحركتها التجارية والاقتصادية بمختلف الحرف والمهن والمطاعم ومستلزمات البناء والحياة، في خطوة تشجع عودة أبناء المدينة التي كانت وجهة السوريين قبل الأزمة. نوعاً ما مقبول الإقبال، الناس عم يعني تعتبره من الأولويات صارت، وصار في يعني الناس بدها تبدي عن أي شيء. الحمد لله الناس يعني عم تقدر تتدارك الأمر هذا وفي إقبال الحمد لله. وضع البلد أموره بخير وفي تحسن الحمد لله، صار السير، صار البشر، صار في عنا صيدليات، في عنا مراكز طبية الحمد لله تمام، يعني الأمور كل ما لا أحسن. ليش ترجع العالم وتأخذ وتعطي مع هذا، بس بالنسبة للأسعار مو متلائمة مع بعضها. بالنسبة لشغلنا هون الحمد لله في إقبال الحمد لله رب العالمين، شغال. نسبة السكان، عدد السكان عم تجي طبعا كلها ناقص اغراض يعني بدها، وعم نكمل اغراضنا من عندنا. حركه داريه لا ممتازه ممتازه من سنه لهلا ممتازه، انا صار لي سنتين فاتحه هون وهلا احسن من قبل بكثير. فرقت كثير، في اخبار كثير للعالم عم ترجع وهيك، يعني كل ما للاحسن الحمد لله. لا حركه الموبيليا الحمد لله ما في غير على احسن، نحن يعني الحمد لله في حرفيه وعم ترجع تشتغل، يعني عم نرجع نفتح وعم نرجع نطور في تقريبا كل شيء، بس بدنا الاكثر طبعا، يعني في خضره، في صيدليه، في اطباء، بدنا اطباء اكثر. الحمد لله يعني احسن الوضع من اول. والله ممتازه جدا، يعني كل يوم عن يوم عم تكتر الحركه اكثر بالبلد، يعني الحمد لله جيده جدا، يعني في امان، يعني ما ابدا الحمد لله ورجعت الامور احسن من اول بكثير بكثير بكثير. الاعمال المتواصله للمجلس المحلي والمجتمع الاهلي وفرت الخدمات الاساسيه والبنى التحتيه التي ساعدت بتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة وعودة كبيرة للأهالي. تلاقي بعد سنتين ونص من الأعمال من التوجيه من الحكومة من السيد المحافظ، الأعمال كانت يومية، بلشنا نحن مباشرة بالخدمات الأساسية البنى التحتية من صرف صحي وكهرباء ومي والشغلات هي، بعدين بالمباني الحكومية، المستوصف، مقفر الشرطة، مقسم الهاتف، المالية حاليا، المحكمة، هذا كله بيؤدي إلى يعني تبلش بنية للرجوع تكون كثير ممتازة بالنسبة للأهالي. طبعا نحن عندنا حاليا بندرس النشاط الاقتصادية والزراعية، عند الخط البياني بارتفاع كبير، يعني عندنا حاليا جميع المهن صارت بدارية، عندنا اكثر من شغله بالنسبه للنشاط الاقتصادي. بالنسبه للامور الزراعيه كمان احنا عندنا حاليا عدد كبير من الهكتارات والدلومات بلشت تنزرع وبلش يطلع منها حتى لخارج دارية، يعني تسارعت الارض الزراعيه ادت الى نطلع برات دارية المنتجات هي.